بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا للوكبه. في البدايه كنهنئ فريق صحه الطاجة على الفوز ديالو. المقابله كانت في القمه. كنشكر اللاعبين ديالنا اللي قاموا بمباراه في مستوى مباراه رائعه. أدوا الواجب ديالهم على امام. وكنتمنى انه ان شاء الله الرحمن الرحيم المقابلات اللي ما جا نعوضوا فيها هذه الهزيمه ديال ضد صحه الطاجة. كتعرفوا بان لعبنا ضد فريق اللي هو متمرس، فريق اللي عنده تجربه، فريق اللي هو منتشي بالفوز ديالو بكاس العرش. ما كانش فرق كبير بيننا وبينهم. عبرنا اننا عندنا فريق وعندنا لاعبين تحنا في المستوى، لاعبين اللي قادوا الكلمه ديالهم في هذا الموسم هذا. الحمد لله قدرنا نوصلوا بفريق اللي هو منافس وفريق اللي كيمثل المدينه احسن تمثيل. حصلنا على فريق من 8 الفرق الاوائل والفرق اللي قالت كلمه ديال هذا الموسم في البطوله الوطنيه. ان شاء الله القادم احسن. باقي لنا الامل فيما يخص اننا نوصلوا نصف النهايه. المقابله ان شاء الله القادمه تكون ضد كوكب مراكشي، ضد فريق الجيش الملكي هنايا في الديار ديالنا. المقابله اللي بعدها تكون ان شاء الله في مراكش. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم جاي اننا نحققوا الانتصار وندوزوا للدومي فينال. نهديو هذا الانتصار هذا للجمهور العريش المتعطش اللي ساندنا طيله المباراه. بالمناسبه كنقدم الشكر الجزيل، وحنا هذا فخر لنا اننا نوكلوا مدينتنا احسن تمثيل. ربما الاجواء اللي عاشتها القاعه المغطاه كنا كنفتقدوها، وهذا هو المنتخب ديالنا. شكرا لجان الاعلام على المواكبه ديالكم، والف شكر للجمهور ديال مدينه العريش.